رايك نروح لمحمد توفيق بقى؟ خلاص يلا محمد توفيق ورجع. كنا نقول لو كنا مكانه. نروح لمراسلنا طبعا وزميلنا العزيز محمد توفيق من ملعب مختار التتش بمقر النادي الاهلي بالجزيره عشان يقول لنا وينقل لنا اخر استعدادات الفريق لمباراه الهلال القادمه يوم السبت. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن هيثم، تحياتي لحضرتك والنهواند ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يا رب يوم جديد ويوم سعيد على كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، والليله رمضانيه جميله من هنا من داخل فرع النادي الرئيسي بمقر رئيسي بيت الجزيره، وتدريب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي استعدادا للمواجهه الهامه جدا في ختام دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا امام الهلال السوداني. الفريق رجع يعني بعد الاجازه اللي حصل عليها بالامس، الفريق بيرجع لتدريباته اليوم. يمكن الفريق اتجمع فيه تمام الثامنه والنصف، كان فيه محاضره استمرت لاكثر من نصف ساعه في غرفه المحاضرات اتكلم فيها مستر مارسيل كولر طبعا المدير الفني للفريق عن اهم يعني نقاط القوة والضعف الفريق الهلال السوداني، وكمان يمكن عرض بعض اللقطات للفريق وكمان لفريقنا وتحليل الأداء فيه خلال الفترة الأخيرة. أبرز مشاهد التمرين اللي مستمر إلى الآن بإذن الله إن طبعا عودة الدوليين اللاعبين المصريين اللي كانوا في المنتخب الوطني في مباراته الأخيرة أمام ملاوي، الفريق يعني معظم اللاعبين كلهم وصلوا وموجودين بالفعل في التمرين، ولكن فضل الجهاز الفني خضوع محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم محمد هاني لبعض التدريبات الاستشفائية بالجيم واكتفى بهذه التدريبات الاستشفائية. كمان علي معلول نجم النادي الأهلي ونجم منتخب تونس وصل بالفعل وموجود في تمرين اليوم، ولكن برضه يمكن الجهاز الفني فضل الاكتفاء النهارده بتمرين استشفاء فقط في الجيم، يتفوق فقط عوده طبعا بيرسي تاو لاعب منتخب جنوب افريقيا واليو ديانج اللاعب المالي الدولي، وهيوصلوا خلال ساعات باذن الله. وبطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله يكونوا موجودين بكره باذن الله في تمرين الفريق الاساسي لمباراه، يعني ده التدريب الرئيسي باذن الله هيبقى غدا في تمام التاسعه مساء ايضا، ده هيبقى التدريب الاساسي والرئيسي لمباراه الهلال، ومن بعدها اخر تمرين هيبقى ان شاء الله يوم الجمعه في نفس موعد المباراه، وده هيبقى تدريب خفيف تدريب ختامي ان شاء الله قبل المباراه. كمان الاجتماع الفني الخاص بالمباراه باذن الله مقرر للثامنه مساء الجمعه المقبل باذن الله هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي وعوده اللاعبين وعوده الروح لملعب مختار التتش هنا بالجزيره بعوده التدريبات، وكل اللاعبين يعني زي ما احنا شايفين ورصدنا في تدريباتنا امل ثقه تصميم ان شاء الله لاسعاد جماهير النادي الاهلي الكبيره والعاشقه للنادي الاهلي في كل ارجاء العالم، وخاصه اللي هيكونوا موجودين في الاستاد اللي بنعول عليهم كتير جدا ان شاء الله يكونوا بيأدوا دورهم الدائم والمتوقع والمنتظر منهم ان شاء الله، ويكونوا 50,000 بمقام 50 مليون، وان شاء الله تشجيعهم يكون دافع كبير جدا للاعبين ويقدموا مباراه كبيره، وان شاء الله نحقق الهدف الاساسي منها وهو الصعود باذن الله للدور الثاني. كما كابتن هيثم نهواند اتفضلوا. طيب طبعا توفيق كل سنه وانت طيب. في البدايه انا عايز اسالك عن حاجتين مهمين، اولا عايزك تطمنا عن حال يعني كابتن حسين الشحات طبعا بعد كمان فكره هنا وفاه والده، حابين نطمن برضو عليه، دي نقطه. النقطه الثانيه كان في خبر معايا وبرضو لو عندك تفاصيل بيتكلم على ان الاهلي بيخاطب النقل العام لتخصيص اتوبيسات لنقل الجماهير لاستاد القاهره، لو عندك برضو بعض التفاصيل الخاصه بهذا الخبر اتفضل يا توفيق. بالطبع انا هوندي، يمكن طبعا الجزئيه هبدا من الجزئيه الثانيه وجزئيه توفير يعني مركبات لنقل جماهير النادي الاهلي للاستاد. يمكن دكتور سعد الشلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي تواصل مع الجهات المعنيه بهذا الامر لتوفير زي ما قلنا خطوط سير من وسائل النقل العام لتسهيل طبعا وصول الجماهير للملعب باذن الله، خاصه مع العدد الكبير، وهيبقى طبعا في وقت ذروه اللي هو قبل يعني ما قبل الافطار، خاصه ان يعني فتح ابواب الاستاد هيبقى ابتداء من الساعه 4 عصرا والى الثامنه مساء. كمان يمكن برضو مترو الانفاق ودوره كبير خاصه مع قرب استاد القاهره من اكتر من محطه، يمكن في محطه الاستاد وكمان في محطه معرض الكتاب، هيكون برضو ده بيسهل كتير جدا على جمهور النادي الاهلي خاصه جمهور الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه شمال. كمان زي ما قلتي يعني الدكتور سعد الشلبي تواصل مع الجهات المعنيه، وان شاء الله هيكون في يعني استجابه ككل الجهات الوطنيه اللي بتعاون دائما مع النادي الاهلي وكل الانديه المصريه وبتؤازرها في مثل هذه المواقف بتوفير ان شاء الله خطوط اضافيه، خاصه زي ما قلت لك وقت ذروه وقت افطار، فاعتقد ان شاء الله كل الامور دي النادي الاهلي دايما بيدي اعظم الامثله في التنظيم وفي مثل هذه الامور، خاصه في المباريات الكبرى اللي متعود عليها دايما النادي الاهلي. فعايز يعني اطمنك واطمن كل جماهير النادي الاهلي ان هذا الامر مكفول تماما، وان شاء الله يبقى في تسهيلات كبيره جدا لجماهير النادي الاهلي سواء يعني قبل المباراه او كمان في خروجها وتامينها ما بعد المباراه. الجزئيه الثانيه يمكن حسين الشحات طبعا هو ابرز الغائبين عن مران اليوم طبعا باذن من الجهاز الفني ومن كابتن سعد عبد الحفيظ، طبعا نظرا لحاله الوفاه اللي يمكن ده مأثر نفسيا كتير جدا على حسين، بس باذن الله يكون موجود مع زملائه وان شاء الله يكون موجود في مباراه الهلال السوداني ويكون واحد من عناصر كتيره جدا مهمه ان شاء الله تحقق زي ما قلنا الهدف المرجو والهدف من المباراه والصعود باذن الله للدور الثاني. كل اللاعبين زي ما قلت لك حالتهم النفسيه والمعنويه
بشكل اكثر من رائع، خاصه لاعبي المنتخب سواء الاول او الاولمبي كمان بعد عودتهم بنتائج ايجابيه جدا، وصعود المنتخب الاولمبي للتصفيات النهائيه المؤهله للاولمبيات، وكمان المنتخب الاول واقترابه بشكل كبير جدا من الصعود لكاس الامم الافريقيه باذن الله. لا يتبقى سوى حاجه واحده بس، توفيق ربنا ثم دعوات كل جماهير النادي الاهلي باداء مباراه كبيره وتحقيق الفوز باذن الله. باذن الله توفيق باذن الله. يعني يمكن توفيق غطانا كل حاجه الحقيقه كاننا عايشين في النادي الاهلي. اكيد بنشكرك محمد توفيق من مقر النادي الاهلي بالجزيره على طبعا توضيحك ونقلك للاجواء